السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. من أشهر العلماء في اللغة والنحو والأدب الذين نشأوا في بغداد في القرن الرابع الهجري، وما مكانتهم العلمية وما أبرز مؤلفاتهم؟ سنناقش ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في العراق، الجزء السادس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين. نذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في العراق، الجزء السادس. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا هاتفيا من بغداد دكتور سيف الجميلي، الباحث في الدراسات اللغوية والمعجمية، مرحبا بكم دكتور سيف، حياكم الله. نبدأ منك. حياكم الله، مرحبا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك دكتور سيف. نبدأ منك دكتور حمدي في سؤالنا الأول للتعريف بأبرز العلماء في تلك الحقبة، نبدأ من ابن دروستويه وكتابه تصحيح الفصيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. يعني نذكر إخواننا المشاهدين بأن المدرسة البغدادية علماؤها منهم من ينزع إلى البصريين كثيرا، ومنهم من ينزع إلى الكوفيين كثيرا، ومنهم من خلط بين المذهبين. ابن دروستويه من الذين ينزعون إلى البصريين كثيرا، وينطق ابن دروستويه أو درستويه أو درستويه أو درستويه لأن اللفظ فارسي. نعم، كنيته أبو محمد، وعبد الله بن جعفر بن دروستويه بن المرزبان الفارسي. نعم. الفسوي النحوي. نعم. ولد في فسا سنة 58 و200، ونسب إليها. رحل في صباه إلى بغداد واشتغل بالعلم، فسمع من عباس الدوري وطبقته بعناية أبيه، لأن أباه كان محدثا. نعم. يعني من كبار المحدثين وأعيانهم. نعم. فلذا اهتم بأمور الحديث. وهذا يدل على أنه تعلم العربية أولا جيدا في بلده، ثم أتى إلى بغداد. جميل. قرأ على طبعا لقي المبردة وثعلبا، وأخذ عنهما، وأخذ عن ابن قتيبة، وأخذ عن غير هؤلاء. وقرأ على المبرد الكتاب وبرع، كتاب يعني الكتاب سيبويه. نعم. وكان فاضلا مفتنا في علوم كثيرة من علوم البصريين، ويتعصب لهم عصبية شديدة في النحو واللغة. يعني فيه من كان يتعصب البصريين كثيرا، فيه من كان يتعصب الكوفيين كثيرا كأبي موسى الحامض. نعم. كان ثقة فيما يرويه، وامتاز بالصدق إلى أبعد الحدود. من أشهر شيوخه كما ذكرنا المبرد وثعلب وابن قتيبة. نعم. من أشهر تلامذته أبو علي القالي والمرزباني والدارقطني. توفي يوم الاثنين لسبع بقين من صفر سنة 47 و300 من الهجرة. مؤلفاته قال ابن خلكان وتصانيفه في غاية الجودة والإتقان. نعم. من ذلك في التفسير التوسط بين الأخفش وثعلب في التفسير، الرد على الفراء في المعاني، معاني القرآن. طبعا كتب معاني القرآن تعد من كتب التفسير. نعم. لأن تفسير نحوي أو تفسير لغوي للقرآن الكريم. صحيح. وهي بدايات التفسير. نعم. من كتبه في القراءات الرد على ابن مقسم في اختياره والاحتجاج للقراء. من كتبه اللغوية اتفاق الألفاظ والمعاني، وفعل وأفعل، وفعلت وأفعلت باختلاف المعنى، وعلل الاشتقاق وحججه، وإبطال تعاقب الحروف، وإبطال الأضداد. كان يقول بإبطال الأضداد. نعم. لا يقول بالأضداد. نعم. نعم. وكتاب التركيب وكتاب القرآن إلى آخره من الكتب اللغوية، وله شرح الفصيح وغريب الحديث. ومن كتب النحوية تفسير كتاب الجرمي والإرشاد في النحو والرد على من قال بالزوائد. وله أخبار النحاة والمكتفى وشرح كتاب سيبويه وشرح المقتضب والمقصور والممدود
وله في العروض جوامع العروض، وله في الكتابة الإملاء. نعم. كتاب الكتاب، وهو من الكتب الجيدة في الإملاء. نعم، من الكتب الأولى. نعم. نعم. طيب دكتور، ننتقل إلى باختصار إلى تصحيح، إلى تصحيح الفصيح. نعم. نعرف بأن الفصيح لثعلب طبعا هو يعد من الكتب. طبعا عندما نقول درس على المبرد وثعلب وتعصب البصريين، كيف يتعصب البصريون وقد درس على ثعلب؟ هذا يبين لنا أنه درس على ثعلب اللغة، لأن ثعلبا كان متميزا في اللغة كثيرا، أكثر من والرواية أكثر من النحو. النحو كان مقلدا، أما في اللغة فكان فيها له اليد الطولة ويحفظ كثيرا من المروية. لماذا سمى كتابه تصحيح؟ هل فيه تصحيح يعني؟ نعم. يعني ولذا قالوا بأن هذا الكتاب اللي هو تصحيح الفصيح هو أفضل شرح للفصيح. وتميز بمزيتين. المزية الأولى وهي نقد الفصيح والاستدراك عليه بذكر ما أغفله ثعلب. الأخرى بيان طريقة نطق العامة لهذه اللفظة أو تلك. جميل. يعني ثعلب كان يذكر نطق العامة دون أن يبين النطق. لا. يعني قال العامة كذا لكن لا يبين النطق. طيب. طبعا الكتاب موسوعة علمية. نعم، كبيرة. جميل. نرحب بك مجددا ضيفنا عبر الهاتف من بغداد دكتور سيف الجميلي. حدثنا دكتور سيف إذن عن عالم آخر في تلك الحقبة، ألا وهو السيرافي. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أخي الأستاذ العزيز الأستاذ نصير. حياكم الله. وحيا الله ضيفك الكريم الأستاذ حمد البسيط أستاذنا العزيز والحبيب، وحيا الله قناة الرافدين الراهد المبارك. حياكم الله بيا. نعم، إذا أردنا نتحدث عن السيرافي بإيجاز فهو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي. والسيرافي نسبة إلى مدينة بفارس، وهي المدينة التي ولد فيها ونشأ فيها وحفظ القرآن الكريم، وبها تلقى علوم العربية على كثير من علمائها. ثم بعد ذلك فرحل إلى عمان والتي كانت تجذب العلماء إليها والأدباء والشعراء، وكان ذلك بسبب تشجيع ملوكهم لهم، وتفقه في عمان قبل أن يتم 20 من عمره. لا. ثم بعد ذلك عاد السيرافي إلى مدينته سيراف، ومضى بعد ذلك إلى عسكر مكرم، ثم دخل مدينة بغداد. وعند دخوله لمدينة بغداد كلف بمنصب القضاء، يتولى بها منصب القضاء، وقد عقد له الشيخ الكرخي مجلسا للإفتاء فيها. معروف الكرخي. نعم. أما عن طلبه لعلم اللغة العربية وعلوم القرآن، فقد قرأ القرآن الكريم على يد ابن مجاهد، وقرأ اللغة العربية على يد ابن دريد، ودرس النحو عند ابن السراج النحوي وأبي بكر بن المبرمان. اشتغل عليه الناس حقيقة، كان الرجل موسوعة علمية كبيرة في علوم القرآن والقراءات وفي اللغة والنحو وحتى الحساب والبلاغة والشعر. أثنى عليه الكثير من العلماء، حتى قال عنه الخطيب البغدادي: وكان من أعلم الناس بنحو البصريين، وكان ينتحل بالفقه مذهب أهل العراق. ما يميزه أنه كان زاهداً عابداً، وكان لا يأكل إلا من كسب يده. الرجل خلف لنا موسوعة علمية كبيرة، وأثر المكتبة العربية إثراً كبيراً بكتبه الرائعة والجميلة. نعم. من خيرة كتبه وشرحه لكتاب سيبويه، وشرح المعروف والمشهور، وأخبار النحويين البصريين، والإمتاع في النحو، كتابه شرح شوائب إصلاح المنطق لابن السكين، وكتاب الوقف والابتداء، وكذلك المدخل إلى كتاب سيبويه، وكتاب أسماء جبال تهامة وأماكنها، وغيرها من الكتب النافعة الماتعة. وفي الرجل رحمه الله تعالى في سنة 68 و300 من الهجرة، ودفن في مقبرة الخيزران بعد صلاة العصر يوم الاثنين. نعم. سأعود إليك مجددا بركة دكتور سيف. كما تحدث دكتور حمدي قبل قليل دكتور سيف عن أهم كتب السيرافي، ألا وهو شرح كتاب سيبويه، حدثنا عنه متفضلا دكتور.
حقيقة شرح السرافيل للكتاب يعد من أجل شروح الكتاب وأكثرها إيضاحا وتفصيلا، وهو الشرح الوحيد الذي شاع بين الناس صحيح وعمهم نفعه. نعم، وموجود ومطبوع وموجود على الأستاذ جوجل يعني. صحيح متوفر. نعم. وقد عرف له القدماء قدره ويقولون إنه عمل جليل ما تم لأحد قبل السرافي. قال أبو حيان، طبعا نأخذ لابد أن نأخذ كلام عالم له وزنه، في كتابه الذي ألفه في تقريض الجاحظ: وقد ذكر جماعة من الأئمة كانوا يقدمون الجاحظ ويفضلونه، فقال: ومنهم أبو سعيد السرافي شيخ الشيوخ وإمام الأئمة معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافي والقرآن والفرائض والحديث والكلام والحساب والهندسة، أفتى في جامع الرصافة 50 سنة على مذهب أبي حنيفة فما وجد له خطأ ولا عثر منه على زلة، وقضى ببغداد وشرح كتاب سيبويه في 3000 ورقة بخطه في السليماني، فما جاراه فيه أحد ولا سبقه إلى تمامه إنسان، هذا مع الثقة والديانة والأمانة والرواية. ده كلام أبي حيان. أبي حيان عن السرافي. نعم، عن السرافي يعني. نعم. أما منهجه في شرحه في الكتاب، نعم، طبعا لم تكن له طريقة واحدة أو منهج واحد، وإنما يعني تباينت طريقة السرافي في الشرح، ولم تكن له خطة ثابتة في جميع أبوابه وفصوله. مثلا ينقل عبارة من كلام سيبويه ويأتي بعد ذلك بشرحها لفظا لفظا، نعم، مع الإلمام بالأوجه التي يحتملها تعبير سيبويه، كما فعل عند كلامه على تسميته باب علم ما الكلم من العربية، فصل وأسهب وبيء في تبيين الوجوه الجائزة. يقدم مرة يقدم لكلام سيبويه بما يقربه ويوضحه كما في باب الهمز، لأن الهمز يحتاج إلى تقديم وإلى توضيح. صحيح. لأنه صعب. صحيح. قد لا يشرح كلام سيبويه، الكلام نفسه لا يشرحه، إنما يذكر عبارته بعدها بما عنده في الموضوع مكملا لما تكلم عليه سيبويه. طبعا باب ما يحتمل الشعر، أو ما سماه باب ما يشتمل الشعر، اللي هو الضرورة الشعرية. الضرورة يقصد فيها. نعم. نعم، الضرورة الشعرية سيبويه اختصرها اختصارا لأنه يريد أن يبين الفرق بين الكلام النثري والكلام الشعري. صح. لكنه هو كتب كتابا، يعني شرح ووضح وأطال كثيرا، أطال النفس، حتى كتب كتابا كاملا حققه أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب، وهو موجود الضرورة الشعرية، وهو في الأصل كلام سيبويه لكنه توسع فيه وتوسع فيه حتى صار كتابا. نعم، نعم، وهذا منهج آخر. الأمر الرابع، قد يأتي السرافي بالشرح متخللا كلام سيبويه. جميل. يعني كلام سيبويه مع شرحه، كلام سيبويه مع شرحه. نعم، مثل الكتب المتأخرين في شرح الكتب، مثل التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري عندما يشرح أوضح المسالك على ألفية بن ملك لابن هشام بهذه الطريقة يعني. طيب. الأمر الخامس، يرد الباب أحيانا كما ذكر سيبويه من غير أن يزيد فيه شرحا ولا تفصيلا، لأنه باب مفهوم كما في باب لا تجوز فيه المعرفة إلا أن تحمل على الموضع، أو لأنه باب مفهوم كلام سيبويه فيه. واضح يعني. نعم. واضح. كلام لا واضح لا يحتاج إلى. نعم. طيب. الأمر السادس، يعيد كلام سيبويه بأسلوب واضح سهل مستغنيا عن إيراد النص وشرحه. يعني يعيد صياغته، يقول المعنى العام لكلام سيبويه. جميل. بما يتناسب مع المتلقي ومع القارئ ومع المتعلم في عصره. جميل. لأنه العصر متأخر بالنسبة لسيبويه. صحيح. الأمر السابع، لا يكتفي السرافي برأيه في الشرح، بل يستشهد بآراء النحاة الذين جاءوا بعد سيبويه. يعني ليس الشرح من عنده، وإنما يفيد من كلام النحاة الذين أتوا بعد سيبويه، الذين درس لهم وأخذ عنهم. نعم. الأمر الثامن، يذكر الآراء المختلفة والخلافات فيها كما فعل عند شرحه قول سيبويه، والدليل على أنها موصولة قوله لمن
اللي هو كلام في أيم وأيمن، موضوع الألف الزائدة والكلام فيها والاختلافات والاختلافات النحوية، يعني الاختلافات النحوية، ويبسط القول فيها. قد يصحح الخطأ الذي يرد في الكتاب كما ورد في شرحه قول سيبويه، وزعم أبو الخطاب أنهم، أبو الخطاب الأخفش الكبير يعني، أخفش كبير نعم، أنهم يقولون أرض وآراض، ويتكلم في موضوع أرض وأراض وجمع أرض والاختلاف فيها. العاشر قد يستدرك على سيبويه في بعض المواضع، في قال سيبويه مثل ذلك في كلامهم أخ وإخوة وسري وسراه، يتكلم بعد ذلك ويتكلم على أخوة واستدراك زيادة على الموجود. طيب طبعا خلاصة الأمر جملة القول في السرافي وشرحه أنه شرح الكتاب فبسط معناه وجلى مبهمه وتمم جزئياته واستقصى موضوعاته وعرض آراء سيبويه فيه وآراء غيره من أعلام اللغة والنحو كالجرمي والمازني والمبرد والزجاج والكسائي والفراء وثعلب، وناقش بعضها وبسط أوجه الخلاف فيها، ووازن بين آراء البصريين والكوفيين موازنة عرض حيادي أحيانا لم يكن له فيها رأي، دكتور، وموازنة إيجابية أحيانا أخرى، يعني يسهم برأيه بحججه وأموره المختلفة. جميل. دكتور سيف، حدثنا باختصار لو تفضلت عن أبي علي الفارسي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبو علي الفارسي هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحو، إمام مشهور، ولد في مدينة فسا من مدن بلاد فارس سنة 88 و200 من الهجرة في أواخر أيام المعتضد، لأب فارسي وأم عربية، من قبيلة سدوس. غادر بعد ذلك مدينته إلى بغداد، وهو دون 20 من عمره، طلبا للعلم، وعاش حياة حافلة بالعلم والدرس والتصنيف. تنقل بين طرابلس وحلب، أطلع الشيوخ الذين درس عندهم وأخذ عنهم العلم، وهم أبو إسحاق الزجاج، وأبو بكر السراج، وأبو بكر مبرمان، وأبو بكر بن دريد. هؤلاء هم الذين أخذ عنهم العلم. نبغ على يديه من تلامذته ومن من درس على يديه ابن جني والجوهري، وكانت تربطه بابن جني علاقة وثيقة جدا، فقد صاحبه ابن جني كثيرا واستفاد منه. مكانته العلمية كما يقول الخطيب البغدادي، قال علت منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذته هو فوق المبرد وأعلم منه. ويقول عنه عبد الدولة، يقول أنا غلام أبي علي في النحو. أما عن أشهر مؤلفاته فقد ترك أيضا تراثا ضخما أثر به المكتبة العربية، ومن تلك المؤلفات الإيضاح العوزي الذي ألفه لعبد الدولة، ثم أردفه بكتابه التكملة التي كانت في الصرف، ثم كذلك كتابه الكبير التذكرة في علوم العربية، ثم كتابه التعليق على كتاب سيبويه، وكذلك المسائل البصريات والبغداديات والأهوازيات، وكذلك كتبه كتابا قيما نافعا في علل القراءات، ألا وهو كتاب الحجة في علل القراءات. توفي أبو علي الفارسي في بغداد سنة 77 و300 من الهجرة، ودفن فيها، وقيل بأنه عند موته أوصى بثلث ماله لنحاة بغداد، وقد توفي في خلافة الطائع لله رحمهم الله تعالى. نعم، بورك دكتور سيف، أرجو أن تبقى معي ومشاهدينا الكرام، فنتوقف الآن مع فقرة سيرة عالم، وسنستزيد من أبي علي الفارسي إمام النحو. أبو علي الفارسي إمام النحو. هو الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي النحوي، ولد في بلاد فارس سنة 288 للهجرة، قدم بغداد شاباً واشتغل فيها بالعلم. سمع من علي بن الحسين الفارسي عن إسحاق بن رهويه، وأخذ النحو عن أبي إسحاق الزجاج وأبي بكر مبرمان وعن أبي بكر بن السراج.
أبرز تلامذته أبو الفتح عثمان بن جني وعبيد الله الأزهري وأبو محمد الجوهري وعلي بن عيسى الشيرازي وأبو القاسم التنوخي. كان إمام عصره في النحو، وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة، وكان بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس، ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة بن بويه في بغداد، وتقدم عنده وعلت منزلته وانتهت إليه الرياسة في النحو. أبرز ما تركه لنا الفارسي التذكرة في علوم العربية، المقصور والممدود، الحجة في علل القراءات، جواهر النحو، الإيضاح والتكملة. توفي أبو علي الفارسي ببغداد سنة 377 للهجرة، وقد عاش 89 سنة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في العراق الجزء السادس. نبقى مع أبي علي الفارسي. إذن دكتور حمدي، حدثنا متفضلا عن كتابيه الإيضاح والتكملة. في الحقيقة الكتاب أولا كان العلماء يتدارسون ويدرسون الكتاب لسيبويه، نعم. ثم بعد الكتاب صار للعلماء كتب أخرى يدرسونها لطلابهم، فكان من الكتب التعليمية كتاب الإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي، وقد كان لهما دورهما، فهما كتابان تعليميان في النحو والصرف، الإيضاح في النحو والتكملة في الصرف. والأصل الإيضاح طلب عضد الدولة من أبي علي الفارسي أن يكتب له كتابا في النحو ليتعلم النحو، فكتب هذا الكتاب فاستصغره، قال هذا يصلح للصبيان. نعم. فكتب له التكملة، ومعلوم بأن الصرف صعب، أصعب من النحو. صحيح. فقال لقد غضب الشيخ فكتب كتابا لا نفهمه نحن ولا هو. نعم. فكان الكتاب التكملة، ولذا موضوعات التكملة صحيح حكم التقاء الساكنين، همزة الوصل، الوقف، الهمز، التثنية والجمع، النسب، المقصور والممدود، المذكر والمؤنث، جمع التكسير، التصغير، المصادر والمشتقات، أبنية الأفعال الثلاثية ومصادر والمصادر ومصادرها، الفعل الرباعي، اسم الزمان والمكان، الإمالة، حروف الزيادة، الإبدال، الإدغام. موضوعات دسمة. نعم. لذا يعني قال غضب الشيخ علينا فكتب كتابا لا نفهمه نحن ولا هو. جيم. نعم. من هنا دكتور سيف، إذن حدثنا متفضلا عن تلميذ أبي علي الفارسي، وهو من أشهر تلاميذه طبعا ابن جني. نعم. ابن جني هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، النشأة والمولد، نحوي معروف، أبوه جني روميا يونانيا، وكلمة جني حقيقة البعض ربما يفهمها أنها من الجن أو ما إلى ذلك. لا، هي تحمل معنى الرجل الفاضل، فهي معربة عن كلمة كني، معربة عن كلمة كني، فهي تعني الرجل الفاضل. أخذ النحو عن أحمد بن محمد الموصلي الشافعي، ومن أشهر شيوخه من القراء محمد بن الحسن المعروف بن مقسم، وهو من القراء. وأكثر الذين أخذ عنهم هو أبو علي الفارسي، تلمذ على يديه وصاحبه صحبة طويلة، فكان السبب في ذلك أن أبا علي الفارسي مر في موصلي ومر في الجامع وأبو الفتح في حلقة يقرأ النحو فيها وهو شاب، فسأله أبو علي عن مسألة في التصريف فقصر فيها، فقال له أبو علي تذبّبت قبل أن تكون حصرًا، أو تذبّبت قبل أن تتحصرًا. جميل. فسأل عنه فقيل له هذا أبو علي الفارسي، فلزمه من يومئذ وقرأ عليه كتاب سيبويه والنوادر، نوادر أبي زيد، وغيرها من الكتب الأخرى. ثم تنقل ابن جني في مراكز الحضارة الإسلامية، فأقام في الموصل وحلب وواسط، وانتهى به التطوار
في مدينة بغداد اتخذها مقرا له. نعم. له مؤلفات كبيرة وكثيرة حقيقة، من مؤلفاته العظيمة والجليلة القدر، وكتابه الخصائص، وسر صناعة الإعراب طبعا في الدرس الصوتي، والمنصف في شرح تصريف المازني، واللمح في النحو، والمحتسب في إعراب شواذ القراءات، والتصريف الملوكي. وكالته العلمية يكفي أن نذكر أنه أو تعلم فيه قال: هو القطب في لسان العرب، وإليه انتهت الرياسة بالأدب. وقيل عنه: من تأمل مصنفاته وقع على بعض صفاته. وقد صحب ابن جني أبا الطيب دهرا طويلا وشرح شعره ونبه على معانيه وإعرابه، حتى أن أبا الطيب كان يقول: ابن جني أعلم بشعري مني. توفي رحمه الله في 27 صفر 1293 رحمه الله تعالى. نعم. دكتور حمدي، أيضا من كتب ابن جني الشهيرة كتاب الملوكي في علم التصريف. نعم. حدثنا عنه دكتور. معلوم بأن كتابي أبي علي الفارسي الإيضاح والتكملة كتابان تعليميان. نعم. وكذلك ابن جني نحى نحو أستاذه، فكتب اللمع في النحو كتاب تعليمي. نعم. وكتب الملوكي في التصريف كتاب أيضاً. تعليمي أيضا. نعم. وكتبه بعد شرحه لكتاب التصريف للمازني. كتاب التصريف للمازني شرحه ابن جني. الذي شرحه نعم يعتبر للصفوة لنقول في الدراسة في المرحلة الجامعية أو ما بعد الجامعية. هذا في المرحلة الثانوية مثلا الآن أو في الثانوية. نعم. وأخذ زبدة ما في سر صناعة الإعراب. أن سر صناعة الإعراب له مقدمة في الأصوات رائعة جدا، من أروع الأمور في المقدمات الصوتية. نعم. وما لفت انتباهي في تعريفه للتصريف هنا أمر ممتاز جدا، قال به أحد أساتذتنا في العصر الحديث الآن. نعم. بأن يقول في تعريف التصريف: هو أن تأتي إلى الحروف الأصول فنتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف بضرب من ضروب التغيير، فذلك هو التصريف لها والتصرف فيها، نحو قولك في الماضي ضرب، وفي الحال يضرب، وفي الاستقبال سيضرب، وضارب للفاعل ومضروب للمفعول. فالأبنية مختلفة والأصل هو ضاد راء باء. يعني اختصر التصريف بوضوح. أنا أتيت. نعم. إلى الأصل ضاد راء باء. لم يقل بقول البصريين بأن الأصل المصدر ولا بقول الكوفيين بأن الأصل الفاعل. وإنما قال المادة. وهذا ما قال به أحد أساتذتنا هو الأستاذ دكتور تمام حسان رحمه الله تعالى. قال بأن الأصل يعني ليس كلام البصريين بأن المصدر هو أصل المشتقات، ولا كلام الكوفيين بأن الفعل هو أصل المشتقات، وإنما مثل المعجميين بأن المادة يعني الجذر، الجذر اللغوي هو الأصل. هو الأصل. نعم. لكل هذه الأمور. نعم. جميل. قاله ابن جني عندما ذكر هذه. نعم. الجزئية في الكتاب التعليمي. ولذا يقول: الأصل هو ضاد راء باء واحد موجود في جميع ضروبها. جميل. فهو كالجوهر الذي يتصرف في جميع ضروب الخلق والصور، وجوهر كل شيء مادته وجنسه الذي يصور منه ذلك الشيء. ثم يقول بعد ذلك في يقسم التصريف 5 أنواع في هذا الكتاب: الزيادة والبدل والحذف وتغيير حركة أو سكون والإدغام. نعم. ويشرح ذلك شرحا يتناسب مع المتعلمين، ويختمه بالفصل الذي كان شائعا عندهم، أو الموضوع الذي كان شائعا في زمانهم، موضوع الرياضة والتدريب. يعني صغ من ضرب على وزن سفرجل مثلا، ضرب رب، ولا يعني ضرب مثلا فعلل، أو على وزن جعفر ضرب. نعم. يعني هذا يسمى الرياضة والتدريب. يقول معنى قول أهل التصريف: ابن لي من كذا مثل كذا، تأويله، شرحه، تفسيره، خذ حرفا من هذه الحروف أو حروف هذه الكلمة الأصول دون الزوائد إن كان فيها زوائد، فافكك صيغتها التي هي الآن عليها
وصغها على نحو من صيغة المثال المطلوب على أمس الوزن يعني نعم ساكنه كساكنه ومتحركه كمتحركه ومضمومه كمضمومه ومفتوحه كمفتوحه ومكسوره كمكسوره الوزن الصرفي يعني يعني موضوع تدريب عقلي صحيح نعم صرفي ليتمرن الطالب على الأمور العقلية ويجعل عقله يعمل نعم نعم إذن ما زلنا في سلسلة العلماء والنحاة والأدباء في تلك الحقبة في بغداد ونعني في القرن الرابع الهجري أو في نهايته تقريبا. دكتور سيف حدثنا الآن عن علم آخر من هؤلاء الأعلام ألا وهو الرماني. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الرماني هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي الرماني النحو، وكان يعرف بالأخشيدي وبالوراق، أصله من مدينة سر من رأى ومولده ببغداد سنة 96 و200 للهجرة. أما عن سبب تسميته بالرماني فقيل في ذلك إما لبيع الرمان وإما نسبة لقصر الرمان في مدينة واسط، أو أنه كان يسكن مدينة اسمها الرمان. طلبه للعلم طلب النحو على يد أبي بكر بن سراج وعلى يد زجاج، وطلب اللغة على يد ابن دريد، وعلوم القرآن على يد ابن مجاهد، أما الدين والعقيدة فدرسهما على يد ابن الأخشيد المعتزلي وهو رجل متدرب. نعم نعم دكتور سيف هل أنت معنا؟ إذن سنعود إليك مجددا. دكتور نبقى في الرماني دكتور حمدي، حدثنا إذن عن كتابه، أيضا هو شرح أيضا كتابه السيبويه، حدثنا عن هذا الكتاب ومنهجه الرماني فيه. الرماني في الحقيقة يعني وإن كان له في أمور المنطق والفلسفة الكثير لكنه اتبع طريقة واحدة أو منهجا واحدا في شرحه لكتاب سيبويه، والتزم هذا المنهج في جميع أبواب الشرح. كان أساس منهجه يقوم على تقسيم الباب إلى 4 عناصر، هي عنوان الباب والغرض منه ومسائل الباب والجواب عنها. توضيح ذلك فيما يأتي. عنوان الباب، إذا كان الباب عند سيبويه العنوان واضحا يذكره، إن كان غير واضح يصوغ عنوانا بما يناسب في الوضوح بما يناسب المتعلم والمتلقي في زمانه. جميل. نعم الغرض من الباب، وهذا أمر جيد أتى به الرماني، استطاع أن يوجز غرض كل باب في سطر واحد أو سطرين فيهما غرض الباب، ويبين قصد سيبويه في هذا في هذا الباب. جميل. ويحدد الموضوع، ثم بعد ذلك المسائل الباب. هذه المسائل عبارة عن مجموعة ضخمة من الأسئلة المركزة يسوقها الرماني في كل باب من أبواب الشرح، يعني هو أصلا شرح الباب لكن يصوغ على هيئة أسئلة. نعم. رابعا الجواب عن المسائل، يبدأ الرماني بالإجابة عن تلك المسائل الكثيرة المتشعبة التي أوردها من قبل، وهذا العنصر أهم عناصر الشرح لأنه هو نفسه الشرح. نعم لأنه صاغ الباب إلى أسئلة ثم أجاب عن هذه الأسئلة. جميل. نعم إذا تعرض سيبويه في الكتاب لشيء ليس من النحو فإن الرماني يشرح وجهة نظر سيبويه، يعني مثلا صرف موضوع من اللغة، لغة بلاغة فيما يعني صنف داخل الكتاب، لأنه كتاب سيبويه كان شاملا يعني. نعم هو كتاب لغة، هو النحو بمعناه الصحيح. صحيح. نعم. نعم. لأنه النحو مرتبط باللغة، مرتبط بالصرف، مرتبط بالبلاغة. البلاغة معنى والنحو معنى، المعنى الوظيفي الأصل يكون مع النحو. صحيح. نعم. ولكن بعد ذلك تخصصت هذه العلوم، تخصصت أكثر. وصار صحيح. النحو جافا ما نعهده الآن ويجعل الطلاب ينفرون منه. فهنا الروماني يوضح ذلك. يعني. يوضح ذلك. نعم. ويبينه. فمنهجه مثلا وضع الروماني للشرح خطة واضحة اتبعها بدقة في جميع الأبواب. امتازت خطة الشرح بأنها منطقية في وضعها وتسلسلها لأنه منطقي فلسفي. عنوان الباب عند الروماني معنى واضح الدلالة ولفظ
وأدق وأكثر تحديدا مما عليه عند سيبويه. عند سيبويه كان واسع، لأن الأمور في بدايتها تكون هكذا. صحيح. نعم. ثم يأتي من يأتون بعد الذين أوجدوا البدايات ويصوغون ويعدلون إلى أن تستقيم العلوم. وزع الروماني مسائل بعض الموضوعات على أكثر من باب واحد. تدرج الروماني في مسائل الباب من أعم العام إلى أخص الخاص. وضع الروماني أجوبة الأبواب مقابل المسائل، فكان لكل سؤال جواب يقابله في موضعه. كان الروماني في نقله لكلام النحاة ومناقشته لآرائه حر الفكر، واثقا برأيه وعلمه، يعرض ويناقش ثم يبرهن ويحكم. كان الروماني ذا نظرة عقلية تجريدية، نظر إلى النحو على أنه صناعة قائمة على القياس، وبالفعل النحو هو قياس متابع. صحيح. نعم. وأن لهذه الصناعة عناصرها، فإذا دخل فيها ما ليس منها فلعلة التبع في الغرض. جميل. ليست أصلا، وإنما أتي بها لخدمة الأصل. نعم. إذا ظن الروماني أن في الكتاب سهوا أو اختلافا بين النسخ وقف عنده ودل عليه. نعم. موضوع النسخ يعني معناه يقوم بموضوع التحقيق. نسخ الكتاب. الكتاب ها. نعم. والمقابلة بين يتحرى الدقة في تحقيق الكتاب. جميل. نعم. جميل. من هنا في سؤال أخير دكتور سيف، ضيفنا هاتفيا من بغداد عن علم آخر أيضا من أعلام تلك الحقبة ألا وهو ابن السكيت، وحدثنا عنه عن كتابه إصلاح المنطق، تفضل دكتور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن سكيت ابن سكيت، إمام اللغة والأدب، أصله من خوزستان بين البصرة وفارس. نعم. تعلم ببغداد، وكان هو وأبوه أيضا كان عالما في اللغة والنحو، كان يربيان الصبيان في درب القنطرة ببغداد، فاحتاج إلى الكسب فالتجه إلى دراسة النحو واللغة. اتصل بعد ذلك بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده، ثم قتله لسبب مجهول. أما سبب تسمية السكيت بهذا الاسم فهو لقب عرف به أبوه لأنه كان كثير السكوت طويل الصمت. منزلته، كان ابن السكيت رجلا فاضلا صحيح الأدب، متصرفا في أنواع العلم، لقي فصحاء الأعراب فأخذ عنهم، وكان عالما بالقرآن ونحو الكوفيين، ومن أعلم الناس باللغة والشعر، وصفه الذهبي بأنه شيخ العربية. شيوخه أخذ اللغة عن أبي عمرو الشيباني وعن الفراء وعن ابن الأعرابي، وروى عن الأصمعي وأبي عبيدة. له من المؤلفات الكثير، منها إصلاح المنطق والقلب والإبدال والأضداد والألفاظ والسرج واللجام والمقصور والممدود وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة الماتعة. طيب بالنسبة لإصلاح المنطق، كتاب إصلاح المنطق. نعم. تفضل دكتور. اشتمل كتاب إصلاح المنطق على الألفاظ المتشابهة التي يمكن أن تؤدي إلى اللبس والاختلاف، فقد اشتمل على الألفاظ المتفقة في الوزن الواحد مع اختلاف المعنى، والألفاظ المختلفة في الوزن مع اتفاق المعنى، والألفاظ التي فيها لغتين، وما يعل وما يصحح، وما يهمز وما لا يهمز، وما يشدد وما تغلط فيه العامة. ربما يظن كثير من الناس أن كتاب إصلاح المنطق هو كتابا في المنطق، في الحقيقة هو ليس ذلك، وإنما هو كتاب في اللغة، وهو من أجل كتب اللغة، حتى أن المبرد كان يقول فيه: ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن منه، وقالوا ما عبر على جسر بغداد كتابا أفضل من إصلاح المنطق ابن السكيت. هذا هو بإيجاز ابن السكيت حياته وشيء عن كتابه إصلاح المنطق. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، نشكر ضيفنا عبر الهاتف من بغداد دكتور سيف الجميلي، الباحث في الدراسات اللغوية والمعجمية. شكرا جزيلا لك دكتور سيف. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنبقى مع فقرة من الذاكرة وعالم العربية ذي التصانيف الفريدة ابن جني. كان ابن جني إماما في النحو
والصرف وفقه اللغة وعلم الصوت والعروض، ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف، فلم يصنف أحد في التصريف أكمل ولا أدق منه. كل هذا والرجل من أصل يوناني. لا تعجب يا حضرة الأستاذ، ابن جني سحرته اللغة العربية مثل ما سحرت العديدين من أبناء الشعوب الأخرى التي أنعم الله عليها بنعمة الإسلام، فبهرتهم بما فيها من دقة وجمال ومنطق وقدرة على التعبير. هل أذكركم بكلمة طريفة للعالم الشهير أبو الريحان البيروني؟ تفضلي. قال أبو الريحان البيروني: والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. كان ابن جني من أشد المعجبين بالمتنبي، أي بأعظم شعراء العربية. إيه نعم، وكان يستشهد بشعره في المعاني، وهو أول من شرح ديوان المتنبي. وفي الوقت نفسه كان المتنبي معجبا بابن جني وذكائه، وكان يقول: هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس. لا والله يا سيدي، نحن في القرن العشرين نعرف قدره، فما نزال ننظر إلى كتابه الذي عنوانه الخصائص في أصول العربية نظرتنا إلى كتاب جليل الخطر في فقه اللغة، فنحن نعتز بأن إمامنا ابن جني كان قد أورد في ذلك الكتاب قبل حوالي 1000 سنة آراء سديدة في فقه اللغة تمت إلى علم اللغات العام وإلى علم الأصوات اللغوية دون أن تقتصر على العربية وحدها. أخطأ الأستاذ فضعف الياء، والصواب ابن جني بلا تضعيف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، إذا من جديد في لسان العرب من الرافدين، قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني. عنوان هذا الأسبوع: علل الوقوف في القرآن الكريم الجزء الثالث. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا في البيان القرآني في علل الوقوف، ونبدأ دكتور حمدي متفضلا، حدثنا عن الوقف القبيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصلاة والسلام. الوقف القبيح هو ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى مع عدم الفائدة، أو أفاد معنى غير مقصود، أو أوهم فساد المعنى. لهذه نعم. الحالات الثلاثة. نعم، فللوقف القبيح ثلاثة أنواع. نعم. النوع الأول ضابطه الوقف على العامل دون معموله، كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، مثل الوقف على باسم من بسم الله. نعم. والوقف على مالك أو يوم من مالك يوم الدين، لأنه لا يعلم إلى أي شيء أضيف. نعم. والوقف على المبتدأ دون خبره، كالوقف على الحمد من قوله الحمد لله. وكذا وهذا يقصد به الوقف على أحد المتلازمين، وهو قول الأئمة: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها دون أسمائها. لأنه لا يتم المعنى. نعم. فيجب أن يتم المعنى. صحيح. يسمونها نظرية التلازم. التلازم. نعم. نعم. وطبعا وهذا يسمى وقف الضرورة. لتمكن انقطاع النفس عنده. والجلة من القراء وأهل الأداء ينهون عن الوقف على هذا الضرب وينكرونه، ويستحبون لمن انقطع نفسه عليه أن يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده، فإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه. هذا النوع الأول إذن من القبيح. نعم. النوع الثاني القبيح. نعم. هو الذي أفاد معنى غير مقصود لتوقف ما بعده عليه ليتم منه المعنى المراد، نحو الوقف على قوله ولا تقربوا الصلاة. نعم. نعم. وذلك لأنه يوهم النهي
عن أداء الصلاة مطلقة، وليس كذلك، لأن المعنى يتضح بوصلها بما بعدها، وهو قوله وأنتم سكارى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم. فالوقف هنا كاف. طيب. ومنه الوقف على والظالمين من قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. هنا وقف على الضمير فأدخل أدخلها في المعنى الذي قبله، وهو قبيح. قبيح جدا. نعم صحيح. نعم. الأصل والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم. النوع الثالث هو ما أوهم فساد المعنى وفيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وهو أقبح من القبيح. ومنه الوقف على لفظ الجلالة والله من قوله تعالى فبهت الذي كفر والله. يعني يقف عند والله. نعم. يعني أدخله في المعنى مع نعم عطفه على الذي كفر. نعوذ بالله. هذا فيه إساءة أدب مع الذات العلية. صحيح. الأصل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقف على الذي كفر. الذي يعني كفر ثم يبدأ والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. نعم. إذن هنا ننتقل إلى وقف آخر دكتور، هو الوقف الكافي. نعم. فما الوقف الكافي؟ الوقف الكافي هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، غير أن ما بعده متعلق بما قبله من جهة المعنى دون اللفظ. يعني الوصل ربما أولى، ولكن هو ممكن الوقف كافي. الوقف يعني يأخذ من التام. ممكن نقف عليه ويكتفى به. يكتفى ونبدأ بما بعده. من اسمه كافي. نعم. نعم. كاف. طيب. وسمي كافيا للاكتفاء به عما بعده واستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. في هذه الجزئية نقف عليه نبدأ بما بعده، لا نأخذ الكلمة التي وقفنا عليها ونعطفها على ما بعدها. نأخذ مثالا من آيات القرآن الكريم مثال. نعم. يكثر في الفواصل وغيرها نحو قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. نعم. نعم. ونحو قوله حرمت عليكم أمهاتكم. الوقف هنا ثم يبتدئ بما بعد ذلك. وهكذا باقي المعطوفات، وكل رأس آية قاعدة عامة يذكرها علماء التجويد. نعم. وكل رأس علماء الوقف والابتداء. وكل رأس آية بعدها لام كي وإلا بمعنى لكن، وإن المكسورة المشددة والاستفهام وبل وألا المخففة والسين وسوف ونعم وبئس وكيلا غالبهن كاف ما لم يتقدمهن قول أو قسم. إذا تقدم قول أو قسم لابد من لابد من الأمر، لأنه إتمام. تبع القول وتبع للقسم. لا يجوز الوقف. لا يجوز الوقف. نعم صحيح. وقيل أن المفتوح المخففة في خمسة لا غير، قوله تعالى وأن تصوموا في البقرة، وقوله تعالى وأن تعفوا في البقرة أيضا، وقوله تعالى وأن تصدقوا في البقرة، وقوله تعالى وأن تصبروا في النساء، وقوله تعالى وأن يستعففنا في النور. طيب. ويسميه السخاوي أيضا بالوقف الصالح والوقف المفهوم والوقف الجائز. نعم. وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب، ويكون غير كاف على آخر، نحو قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الوقف على قوله السحر كاف إذا جعلت ما بعده نافية، فإن جعلت موصولة كان حسنا فلا يبتدأ بها. ممكن أن تكون موصولة هنا. نعم. والذي ما هو فيها الوجهان، فيها الوجهان. نافية وموصولة. يعني النافية أقف على السحر. أقف على السحر. نعم. ماذا كانت موصولة بمعنى الذي أصل السحر بما بعده. هكذا. نعم. نعم. ننتقل إلى الوقف الكامل والوقف اللازم دكتور. نعم. الوقف الكامل هو أن يكون استغناؤه عن تاليه استغناء كليا كأواخر السور وقوله المفلحون، يعني يشبه التام هنا. نفد الوقت، ممكن أن نأخذ مثالا دكتور سريعا. هو المفلحون وأواخر السور. المفلحون وأواخر السور. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. انقضت القضى. نعم. الكلام عن المتقين ثم يبدأ إن الذين كفروا سواء عليهم. وهنا في الآيات الموجودة لقد سمع الله. هذا في اللازم. في اللازم. نعم. اللازم هو الوقف على كلمة لو وصلت بما بعدها لأوهم وصلها معنى غير المراد منها. نعم. من ذلك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. سنكتب ما قالوا بعد ذلك. لو حدث وصل تغير المعنى. فالوقف على الكلمة المذكورة لازم، لأنها لو وصلت بقوله سنكتب ما قالوا. نعم. لأوهم ذلك أنه من كلامهم. نعم. نكتفي بهذا القدر أستاذنا. إذن في ختام هذه الحلقة
نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غيرسون التركية. جزاكم الله خير الجزاء أستاذنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ومشاهدين الكرام، إذن نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.